مساء الخير على حضراتكم، اهلا بحضراتكم في لايف جديد من تليجراف مصر من صمت التحرير. بنعرض لحضراتكم تحليل لازمه فتاه اوبر التجمع، وكمان هنقول لحضراتكم مفاجآت في التحقيقات اللي ظهرت مؤخرا من قبل المحامي الخاص بالمتهم. بس خليني اقول لحضراتكم على اكتر من معلومه مهمه بنحاول نعملها هنا في وقت تقصي الحقائق الخاصه بالوثائقيات هنا في تليجراف مصر، عشان نعرف بالظبط ايه اللي ممكن يكون حصل ما بين الضحيه وما بين المتهم في العربيه. يعني ايه يجيب قطر وفجاه يتقال انه مفيش قطر؟ يعني ايه يتقال ان في محاوله اعتداء جسدي وجنسي وفي الاخر يتقال لا انا كنت بدافع عن نفسي ده هي اللي ضربتني؟ اقاويل كتيره جدا لسه حتى هذه اللحظه النيابه العامه ما خرجتش ببيان رسمي بتقول فيه تفاصيل الواقع، وكمان النيابه العامه ما خدتش اي اجراء يقول ايه اللي حصل بالظبط، غير فقط التحفظ على المتهم وانه ياخد 4 ايام على ذمه التحقيقات وارساله طبعا للطب الشرعي. خليني اقول لكم على كذا حاجه حصلت سريعا وليها علاقه بمبررات هذا المتهم سائق الاوبر في هذه الواقعه. سائق المتهم قال في الواقعه انه كان بيتخانق معاها وحصل بينه وبين الضحيه جدال على الفيزا ولا الكاش. ليه بقى؟ لانه اصلا لو انت حطيت بقى نفسك جزء من الوقت لمكان هذا السائق، فنص السواقين اوبر هم يا اما موظفين الصبح وشغالين بعد الظهر، يا اما ناس اصلا شايلين عربيات علشان يشتغلوا عليها، يا اما ناس شغالين على عربيات بأجارنا، وبالتالي لقمه العيش والفلوس اللي بيحاولوا يجيبوها من هذا العمل هو الاهم. يا ترى بقى لما بيروح يجمع في اليوم 200 300 جنيه 500 جنيه على اقصى تقدير كاش، بيروح للبقال يقول له اصل انا معيش غير فيزا او معيش كاش، فما بيقدرش يبيع ويشتري غير بالكاش، وبالتالي انت هنا مضطر كسائق تستلم من الزباين بتوعك فلوس كاش كتير. لما حصل مشكله الفيزا وان المشوار بعيد من التجمع لزايد، يعني تقريبا هيعمل حوالي 180 جنيه ويمكن اكتر، هنا الشركه هتعمل معاه نقطتين. اولا هتاخد جزء من الربح فهيجي له 150 جنيه بدل من 200 جنيه او 180 جنيه. الحاجه الثانيه انه كمان هياخد جزء من الفلوس دي والشركه هتاخد منها فلوس لان هي اتحولت على حساب الشركه. وهنا حصل الخلاف الاولاني اللي كان بين الضحيه وبين السائق، اللي حصل فيه عشان خاطري كنسلي وخلي الفلوس ليا كلها، عشان يعني يجيب بيه ايه؟ عيش وجبنه وشويه حاجات للبيت لاولاده يفرحوه اذا كان متزوج، او لامه اذا كان على راي المحامي انه كان بيربيهم او بيخلي باله منها وهو اللي بيصرف عليها وهو العائل الوحيد ليها. طيب نرجع للخناق. انت النهارده خانقتي معايا على فيزا او كاش. طيب انا كنت رايحه فرح وبالتالي لابسه براحتي، لابسه زي ما انا عايزه. لكن هنا نخوة المصريين اللي المفروض ما بصش على لبسها او انها قرر هي تتعامل معايا ازاي وشكلها عامل ازاي وبناء عليه اقرر اتحرش بيها، الابس جسدها، اعتدي عليها، حتى لو هسرقها على حسب الاقوال والروايات المتضاربه. طيب نرجع للبنت. البنت كانت لابسه لبس فرح، لبس سواريه في الراحه بتاعتها اللي هي شايفاها ان هي تقدر تلبسه بالشكل الصحيح بتاعها. هل هي مشاعر اتحركت؟ هل هي من النخوه ان انا اتحرك على مشاعر على جسدها ده والف واشوف العربيه وافتح باب العربيه ويحصل الجدال اللي بينها وبينهم مع بعض، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب الشركه بقى اللي هي المرحله الثالثه ليه متصمم تحاول انها تاذي او تخلي فلوس السائقين فتره طويله علشان كده يحصل عمليه ان هم يبعدوا الفلوس عن السائقين وبالتالي ما ياخدش قبضه باليوم، ياخد قبضه بالاسبوع، وبدل ما كان يكسب في اليوم 500 جنيه بيكسب بعد الارباح والخصومات واللي لازم منه تقريبا 200 جنيه، وبالتالي بيروح لهذا السبب. احنا مش بنبرر، احنا بنحاول نوصل مع حضرتك. لكن المفاجاه اللي كانت موجوده النهارده من المحامي الخاص بالمتهم هي مفاجاه من العيار الثقيل، بيقول فيها المحامي الاستاذ محمد جمال اللي هيكون معانا في مداخله هاتفيه دلوقتي كمان عشان يقول لنا ايه اللي حصل، لان واضح ان هذه القضيه فيها ملابسات عده. شويه اصل احنا اتعورنا بقطر، شويه لا ده ما كانش معاه قطر. وعايز اقول لحضراتكم رؤيه العين انه تليجراف مصر هي الوحيده في مصر حرفيا اللي قابلت المتهم وقابلت الضحيه. احنا شفنا الضحيه وشفنا قد ايه انهيار العصب الكبير اللي كانت موجوده فيه، خصوصا بعد اول مواجهه بينها وبينهم اول امبارح في النيابه العامه.
اللي بسببها كانها كمان انهيار عصبي كبير. وشفنا كمان رؤيه العين وده منشور على مواقع السوشيال ميديا لتليجراف مصر، هتلاقي كدمات في العين اليسرى وايضا بعض الكدمات الكبرى في منطقه الصدر وقطع في منطقه اليد اليمنى. وبالتالي كان الوصف الدقيق لهذه الواقعه هو واقعه حقيقيه بسبب هذه الازمه او بسبب التلاحم والتزاحم والتشاحم اللي حصل بين الطرفين. لكن الناحيه الثانيه الناس قالت انه شاب واخد 100 من 100 رقم جولد، واخد اعلى امتياز في اوبر، وكمان عنده مشكله في السمع، وبالتالي الروايه اللي قالتها الضحيه انه هو قرر انه فجأة فتح الكرسي فالكرسي اتزنقت ورا فهو جه ففتح عليا القطر فقرر انه يعتدي عليا فانا رحت ماسك القطر من عند رقبتي وقررت ان انا احمي نفسي وقلت له يعني موتني لكن لا يمكن تقرب مني. دي الرواية بتاعت الضحية. لكن الرواية الاخرى اللي قالها المتهم في النيابة العامة على حسب روايات المحامين او المحامي تحديدا اللي كان موجود معاه قال انه ما حصلش الواقعة دي اصلا من هنا، ولا كمان ده الكلام اللي كان بيتقال. الواقع كان بتقول انه انا توسلت اليها ان يحصل بيني وبينها خلاف على موضوع الكاش او الفيزا وطلبت منها ان احنا ننهي هذه الرحلة ونوقف الرحلة، ولما لاني ودي نقطة الفرص اللي المحامي والمتهم ماسكين فيها. وبالمناسبة قبل ما اقولها انا شفت كمان هذه المعلومة رؤية العين، وهي ايه بقى؟ وهي ان المتهم يعاني من ضعف في السمع ومركب سماعة في ودنه، وهنا النقطة اللي بيحاول يبرر فيها المتهم نفسه أو على الأقل يغير الصيغة القانونية للاتهام، وده اللي هنعرفه من السيد المستشار المحامي اللي كان موجود معاه. إذا الرواية التانية بتقول، وهنتعرف على أكثر دقة من المحامي، بتقول إنه هذا المتهم حصل بينه سجال بينه وبين الضحية على أساس إنه يدفع كاش أو فيزا، فمعرفش يلغي الرحلة فبعتها ادى التليفون للضحية، هي معرفش تمسك التليفون وتتصرف فيه لأنه هي من ايجيبت وهو من مصر، وانتوا عارفين الفرق اللي شغال الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، فحصل سجال بينهم، حصل مشادة، خدت التليفون، وقع، اتكسر، حصل خناقة، لكن كل دي روايات. كان نعرف من المحامي الأستاذ محمد جمال الدين المحامي النقد والمحامي هذا الصائب اللي برضه حتى هذه اللحظة في تليجراف مصر مش هنقول اسمه. معالي المستشار اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سامعني الصوت تمام استاذ؟ ممكن نعلي الصوت بس استاذنك. سامع حضرتك تمام فن. قولا واحدا، حضرتك قلت معايا فيديو او الواقعه كلها طلعت متسجله صوت وصوره، هل هذا حقيقي ولا لا؟ بص عندك اولا بس اتفضل يا فندم. ايه الحقيقه؟ بص حضرتك انا قبل ما اقدر اتحيي معاك لان معلش كل واحد خلصانه في شغله، كل واحد حر في شغله. صحيح. يا رب ما يكبرهاش، كل واحد حر. انا بالنسبه لي حضرتك انا بالنسبه للقضيه دي بالذات لما بتجي هي او غيرها كان في اصعب منها كمان، ولكن بشوف الاول مدى الدليل اللي انا هقف عليه، هدافع عنك بناء على ايه؟ طيب حلو قوي، حضرتك قلت اهو حاجه مهمه جدا لكل المصريين اللي بيشوفوك دلوقتي. انا قبل حضرتك ما احضر انا اشتركت كده على حتى على الناس او على عليهم، شفت انا مش يعني مش هدافع عنك فيها لما ترشدني على دليل يبقى صحتك يا اما انت معاك. اذا انت داخليا قبل الدفاع عن هذا المتهم شعرت ببراءته، صح يا فندم؟ ايه؟ شعرت ببراءته؟ لا شعور العواطف حضرتك العاطفه ما بتمشيش في شغل القانون. طيب إيه هل اذا حضرتك معاك دليل براءه وبناء عليه هتترافع عنه؟ حضرتك دي حقوق ما لهاش علاقه بالمشاعر ولا العاطفه، العاطفه حضرتك لو بالعاطفه ماشي يا فندم.
عرفنا ده. السؤال بصيغه اخرى، هل حضرتك بما انك طلبت التاكد من يعني احقيه هذا الرجل في الدفاع عنه، هل هناك اي دليل براءه حضرتك هتستند اليه؟ خليني اسال، انا بس سالت حضرتك سؤالين وحضرتك لسه لم تجاوب عليا، خليني اعيد عليك سؤال ثالث خالص. هل حضرتك قعدت مع المتهم بشكل منفرد؟ انا عايز اعرف سؤال واحد. لغايه اللحظه دي يعني لمده قصيره جدا، ما تجاوز دقيقه يعني. دقيقه يعني حضرتك ما جلستش معاه جلسه خاصه فهمت منه؟ وهل حضرتك الدقيقه دي قدرت تستوحي منها؟ الوقت كان صعب جدا طبعا حضرتك عارف، وطبعا انت عارف كان في الموضوع مش سهل. هل في الدقيقه اللي حضرتك قعدت معاه فيها دي حسيت او استشعرت او جالك الدليل ان ممكن يبقى عنده براءه؟ يا فندم حضرتك بتقولي قعدت معاه دقيقه وبتقولي انا كنت معاه قعدت مع اهله؟ انا سالت سؤال واحد فقط لا غير. هل في حاجه عندك موجوده؟ قال لي ايه اللي هي ايه بقى؟ يعني ايه حاجه موجوده؟ مش فاهمها السؤال. بتثبت براءتك من الواقعه دي ولا لا؟ قال لك ايه؟ عرفت موضوع ان في كارت منه من جوه السياره بيسجل صوت وصوره؟ بيسجل صوت بالكامل وصوره اماميه للسياره. اماميه للسياره، يعني اذا في مايك جوه. يعني بمعنى يا استاذ السيناريو اللي دور ما بين الطرفين، السيناريو الضربه بين الطرفين موجود على كارت ضربه. طيب حضرتك طلبتش ليه من النيابه تفريغ هذه النيابه العامه؟ حضرتك ما تاخرتش وتعطلت عليه وجالي فحص حضرتك ونتائجها بالظبط، سواء كان هو فعلا السيناريو اللي ضرب زي ما هو بيقول، الخلاف كان عن موضوع الكاش والفيزا ولازم يكنسل من عنده عشان الطلب لما بيجي الفيزا لازم السواق الاوبر هو اللي يكنسله ولا لا؟ طب ممكن اسال سؤال؟ معلش ممكن نعكس الموضوع؟ خلينا حضرتك انا الضحيه وحضرتك السائق مع كامل احترامي لحضرتك طبعا. دلوقتي لو انت اختلفنا على الفيزا وعلى الكاش ورحت قلت لك معلش عشان انا ما بفهمش امسك التليفون بتاعي واقفل الرحله وهديك فلوسك كاش، ايه الموضوع اللي ممكن يحصل بيني وبينك يصل لدرجه انك يحصل بيني وبينك خناقه بالايد او نطلع على حد يحصل بيني وبينك فيها دفاع عن النفس؟ ممكن تقول لي السيناريو ايه من وجهه نظرك؟ الله اعلم اذا كان هو طلع على حد. يعني حضرتك اصلا كمان بتنفي انه الاصابات دي ممكن تكون من خلال الاله الحاده القطر مثلا؟ وبعدين حضرتك دلوقتي احنا منتظرين نتيجه الطب الشرعي عشان نشوف هل القطر احدث الاصابه دي ولا لا اساسا. منتظرين تحليل مخدرات حضرتك لمين بقى؟ لمين؟ للاستاذ. وصلت حضرتك اصلا ما بيشربش حتى سيجارات. سيجارات عاديه ما بيشربهاش اساسا. طيب الطبيعي في هذا السجال كل ده احنا حضرتك مقدرين وواثقين جدا جدا في العداله وفي النيابه العامه ان هي طرف محايد. طيب احنا زمايلنا في قسم الحوادث تحت زمايلنا الاستاذ محمد العبساوي كان قال جاب خبر من اسره المتهم بيقولوا ان هم كمان طلبوا حضرتك تطالب النيابه العامه بضروره فحص عمل تحليل مخدرات للضحيه، هل ده صحيح يا فندم؟ طلبوا الكلام ده فعلا. عايز تقول ايه؟ بصراحه انا ما اقدرش احدد لان انا مش خبير، الخبير او الطب الشرعي. عايز تقول ايه لو هي طلعت بتشرب مخدرات؟ ده هيفرق مع حضرتك في ايه في الـ في الـ في الـ في المجرى الموضوع؟ لان هو صاحب الفعل. انا هنا انا بسال حضرتك، انا لست منحازا لاي طرف. طيب انا عايز اقول لحضرتك عشان بس ما تشعرش ان احنا منحازين مع طرف، ظهر على السوشيال ميديا بعض الصور الخاصه بالضحيه وصور تخص شخصها بشكل يعني في عظيم جدا. هل ده يدي الحق ان لاي شخص لو لقى واحده في الشارع يا سيدي انا لو شايف واحد بيترنح قدامي
ممكن اساعده كمان. هاي يعني احنا كده متفقين انه في اساسيات في قواعد التعامل مع الاخرين خصوصا مع الفتاه. اللي قدامي بيشرب او ما بيشربش يعني الله يهديه، انا ماليش دعوه بيه، هو مش دعوه باللي هو بيكرس نفسه، هو راح يحرر نفسه. اه يلبس زي ما يلبس ان شاء الله، يمشي زي ما يمشي. انا ليا سلوكي انا، وليا انا ليا طريقي انا، ماليش دعوه بقصص دي. اما بقى شركه بابا لما هي جت فضلت تعاقد الزواج، فدي سياسات الشركات الاجنبيه حضرتك عارف الكلام دوت. معلش حاجه. طب انت مش واخد بالك انه الفصل يعني اثبات الواقع؟ مش الفصل من هذه الشركه، شركه اوبر لما تفصل السائق ده يعني اثبات الواقع عليه، او يعني انه رجل اثم؟ سياسه الشركات الاجنبيه حضرتك ان بمجرد بيبقى قدامها ان الموظف او العام اخطا في ان هو طلب حاجه من عميل، والعميل بعد كده اتفقنا او هو رضي او ما رضيش او رجع كده او الكلام ده، الشركه مالهاش دعوه بواقع الاقتصاد، الشركه بتبص لحاجه ثانيه خالص. طيب لو طلع الامر زي ما حضرتك بتقول، او واخده في سكه ان في كارت ميموري ان هي بنفرغه، ودلوقتي هنقول ان الواقعه الحقيقيه مغايرة تماما للواقع اللي تم سردها وهي محاولة الاعتداء. رقم واحد، ايه هو هيبقى نوع الاتهام؟ حضرتك لو حضرتك لو الكارت ده هو والراجل ده طلع مدان، انا بقول لحضرتك اهو دي جريمة، يعني جريمة مجتمع، انا بتنحى عن الدفاع عنه فورا، لان ده هو طلع ما حدش يرفع على نفسه الواقع ده. هاي طيب لو طلع بقى الراجل دوت بيقول الموضوع الواقع او الرواية مغايرة تماما للواقع ده، ممكن تقول لي السيناريو ايه؟ معلش انا محتاج بجد والله افهم زي ما الناس كلها بتسمع دلوقتي، ممكن تقولي من وجهه نظرك ايه السيناريو المتوقع؟ يعني عامل ازاي السيناريو؟ ما اقدرش اديك حضرتك، انا منتظر فريق. لا انت راجل محامي، تعمل بتجيب بشويه معلومات وتبني عليها اساسياتك في الدفاع. انا محامي زي اي. لا انت تفقه اكثر مني في هذا الموضوع، انت بتبني على اقل معلومه ممكن تجيب براءه لشخص. انت من وجهه نظرك حضرتك بصفتك محامي معروف ورجل خبير في هذه القضايا، ايه السيناريو المتوقع؟ يعني ايه اللي يخلي ان الولد يضرب يعتدي عليها او يقرب منها او يرجع لها اصلا ورا؟ بص حضرتك، ياما ناس كانت معلش يعني في وضع اصعب من كده بكتير، ولجان ثلاثيه وتحليلات وغيره، وكانت النتائج كلها بتيجي عكس المتوقع، وبتيجي تبقى ممكن تبقى لاشخاص ثانيه فاطمه السيمن او زائل مثلا نفسه، حتى لو تم اي حاجه كده ممكن بتيجي مغايره تماما وتجرب. مش شرط ان الشخص نفسه ابتدى بالفعل، او مش شرط انه ما فعلوش. اللي بيحقق الكلام ده ايه؟ حضرتك الاحكام الدينيه عموما بتبنى على ايه؟ على كذب واليقين. ان مش كذب واقعد اخمن، لا انا عايز دليل مادي يا اما يبرر صحته تماما وتبقى بيضاء، يا اما اشتغل عليه قصاد المحكمه، يا اما لكن برضه حضرتك ما عندكش تخيل او سيناريو لايه اللي مخليه يرجع ورا، او ايه اللي يخليها هي تتخانق معاه؟ لا انا عندي معلومات ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي، لان هي لو انا اتكلمت فيها هضطر الموقف بتاع البدايه. معلومات عن اللي حصل بالظبط. مش هقدر اقول برضه كده يعني، لا مش الوضع كده يعني، انا عندي معلومات بالنسبه لشغل انا. معلومات تخص الضحيه ولا تخص المتهم؟ معلومات تخص المتهم نفسه، وانا مع فريق الدفاع مع المستشار محمد سيف الخوري دلوقتي بنتحصل على بعض المستندات اللي هتفضل للنيابه العامه الاسبوع المقبل بامر الله. المستندات الشامية ليها علاقه بايه مثلا يا فندم؟ بشغله؟ ليها علاقه بايه؟ مش هتتوقع يا استاذ، انا مش بنعمل كده عشان احنا ما بنتكلمش لنا اسبوع، مش عشان نبرره والله، ولا تقول ايه احنا طلعنا كل الموضوع، مش كده خالص يا جماعه، انا عايز اوصل للحقيقه. تمام. احنا هنبقى انا قدامي ملف قضيه، معلش يا استاذ، انا قدامي ملف قضيه والادله فيه يعني معلش مقفوله وثابت بالجرم المشهود وبالادله الماديه. الراجل ده انا ايه اللي جاي لي يكفيني ان انا اقبل ملف زي دوت؟ هيترد عليه يقول لي بالعافيه، روح وراه بالعافيه. لا في محكمه حضرتك وفي نيابه. تمام. احنا هنتابع مع حضرتك وهنشوف. ياخد كاتب علي كاتب ياسين، وان يكن صادق يصدقكم بعض الذي يعلم. ده انا اعرفه.
احنا في انتظار ان حضرتك تكون صادق وتقول لنا كل التفاصيل الصدق والحقيقه. احنا لا مع طرف ضد طرف، احنا بننقل لحضراتكم كل التفاصيل. طبعا بنشكر حضرتك معلم الشيخ محمد جمال محامي النقط، محامي المتهم بقضيه فتيات اوبر التجمع. شكرا لحضرتك يا فندم. زي ما سمعتوا دي اقاويل المحامي، عنده تفاصيل جديده وعنده اقاويل مهمه ومختلفه عن الروايه اللي موجوده، ربما تغير مجريات الامور. لكن خليني اقول لحضراتكم سريعا بعض النقاط المهمه. رقم واحد، احنا ما لناش علاقه بهذه البنت، شخصيتها في الواقع وفي الحقيقه ما قبل هذه الواقع هي عامله ازاي، هي بتلبس ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، قاعده ازاي، دي مش قصتنا. هي قصتنا ان بنتي وبنت حضرتك ركبت عربيه، الشركه او الدوله ادياها كل الصلاحيات ان هي تاخد وتنقل ولادنا في كل الاماكن، وبالتالي كان لابد ان الشركه ان هي تقول لنا ازاي نامن بعض وازاي نامن نفسنا. لكن السؤال بقى، احنا طلبنا من الشركه بشكل مباشر وواضح في تليجراف مصر ان نكون مع حضراتهم علشان نعرف ميكانيزم العمل، هم ازاي بيامنوا الركاب وازاي بيطمنوا من السائقين، ايه هي التفاصيل، مش الكلام اللي على ورق. خليني اقول لحضراتكم ده يقين من معلومات من سائقين باوبر وكريم ومعظم الشركات، انه تقريبا تحليل المخدرات ده ما بيتعملش غير مره واحده بس، ده اذا اتعمل، واذا ما اتعملش باماكن خاصه عشان يمشي الامور، بيتعمل مره واحده فقط في بدايه هذا العمل او بدايه انضمامه لشركه اوبر. وكمان تحليل المخدرات ما بيتعملش اكتر من مره واحده، حتى الفيش والتشبيه بيتعمل مره واحده بس. اذا في ازمه لابد ان شركه اوبر تطلع ترد علينا وتدينا الاحقيه في ان احنا نشوف ازاي النادي شغال، بندير الموضوع ازاي، بنطمن ازاي على اهلنا وعلى اولادنا. تفاصيل كتير في هذه الواقعه اللي هنشوف فيها كل ما يحدث في تليجراف مصر فقط، بنعيش مع حضراتكم كل الامور. شكرا لحضراتكم، كنت معاكم تامر مجدي، اهلا بكم في تليجراف مصر.